طبعة المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. المملكة تنجح في حربها ضد الفساد وتعيد 400 مليار ريال للخزانة، وعين الرقيب تواصل مطاردة العابثين. وعلى طاولة وزير الإعلام مطالب الإعلاميين والمبدعين والخبراء ترصدها صحيفة المدينة. وهيئة الاتصالات تلزم مقدمي الخدمة بفلترة ذكية للحد من الرسائل الاحتيالية. مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية، حيث أنهت اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام المشكلة بأمر ملكي عملها أمس الأربعاء، ونتج عن ذلك استعادة 400 مليار ريال إلى الخزينة العامة للدولة. وكانت اللجنة قد استدعت 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وتم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم بالتسوية. ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الأجهزة الرقابية بتعزيز دورها بما يضمن الفعالية وحماية المال العام، مؤكدا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه. الدولة هذه قامت على العقيدة، وأكبر محارب للفساد وتطبيق الشريعة الإسلامية. إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، فقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم، لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن. أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أيا كان، أي أحد توفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب. مشاهدينا دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ أحمد السلمان، حياك الله. أهلا وسهلا فيكم. هلا بك. وأيضا مشاهدينا ضيفي من أبها البهية سلمان العسكر، صحفي في جريدة الوطن، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ منيرة. بدور منيرة التنسيق والإعداد، بدور مقدمة البرنامج. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ أحمد، كيف تقرأ نتائج هذه الحملة ضد الفساد؟ حقيقة هي نتائج كبيرة تحققت، يعني إذا نظرنا إلى حجم المبالغ التي تم إعادتها إلى خزينة الدولة، هذا بحد ذاته يبرهن أهمية هذه اللجنة، أهمية قرار الدولة. ولكن بالعودة إلى خلفية القرار، المملكة منذ تأسيسها وهي في مكافحة مستمرة مع آفة الفساد، ولكن كما هو معلوم أن الفساد الحرب عليه ليست سهلة وليست بين يوم وليلة، هي يعني تستلزم الوقت الكثير. المملكة وفق دستورها قائم على الشريعة، ومن هذه المحرمات التي تحرمها الشريعة والمشرع لدى المملكة أنه آفة الفساد، هذه آفة لابد مكافحتها وأيضا والقضاء عليها. بطبيعة الحال كما شاهدنا في بداية التقرير، خادم الحرمين الشريفين، حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أكدوا منذ الأيام الأولى على أن نهج الدولة ماضي في مكافحة الفساد، وأن مكافحة الفساد هو من أبرز معوقات التنمية أو نهوض المجتمعات، ولا يكاد وجود دولة من
في العالم لديها رؤى مستقبلية أن تمضي برؤاها المستقبلية نحو النهوض أو التحقيق دون تهيئة الأرض الصلبة وإصلاح القواعد التي ستبنى عليها هذه الرؤى. وبالتالي المملكة العربية السعودية واحدة من أهم تمتلك واحدة من أهم الرؤى على مستوى العالم. قناعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن هذه الرؤية لن تتحقق إلا بإصلاح أو القضاء على كل معوقات هذا النهوض من ضمنها أو في مقدماتها مكافحة الفساد. نعم أستاذ سلمان، تصدرت عناوين الصحف المحلية اليوم ملف الفساد طبعا واستعادة 400 مليار لخزينة الدولة. سؤالي لك، كيف تقرأ نتائج هذه الحملة ضد الفساد؟ ما في شك أن الإعلام ينتظر مثل هذه المادة الدسمة، يعني منذ إعلان تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الشعب ينتظرون على أحر من الجمر نتائج هذه الحملة، خاصة وقد تم استدعاء قرابة 381 من المتهمين بشبهات الفساد. الصحافة اليوم وبصراحة صحيفة الجزيرة فردت صفحات كبيرة لاستعراض لعمل الهيئة وإنجازها في فترة وجيزة بما يقارب سنة ونصف السنة حتى أعلنت النتائج، وهو ما رفع به سيدي ولي العهد لمقام خادم الحرمين الشريفين. هناك بصراحة استعراض لتاريخ الفساد وأسماء أو أرقام بقوائم الذين أفسدوا أو هم تحت شبهة الفساد. المواطنين اليوم في المملكة العربية السعودية هم أسعد من أفرحهم هذا الخبر، إعلان قوائم الفساد. كنا ننتظر مثل هذه الأخبار. أنشئت كما تعلمين هيئة لمكافحة الفساد في العام 2011 واستمرت ميتة حتى أتى تشكيل هذه اللجنة العليا بأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأتت نتائجها في وقت مبكر لنبدأ بعد هذا الإعلان لهذه النتائج مرحلة البناء والتشييد. أعتقد أن هذا الإعلان رفع أو سيقدم المملكة العربية السعودية، كما تعلمين هناك مؤشرات الفساد، مدارك الفساد للشفافة العالمية كانت تضع المملكة العربية السعودية في تصنيف 62. في العام 2017 أي في نفس العام الذي اعتمدت فيه هذه الهيئة العليا، قفزت المملكة العربية السعودية 5 مراتب لتحل في الرقم 57. هذا رقم كبير. أعتقد بعد إعلان سيدي ولي العهد البارح النتائج ستقفز إلى مراحل متقدمة جدا في الشفافية على مستوى العالم. أستاذ أحمد، بيان الديوان الملكي حمل عدة رسائل أهمها الشفافية، كيف قرأت هذا الديوان الصادر من هذا البيان الصادر من الديوان الملكي؟ بطبيعة الحال بيان كان صارم في إنشاء اللجنة وفي إنهاء أعمالها، يؤكد مضي الدولة نحو مواجهة هذه الآفة وبكل جرأة واقتدار، وهذا ما يميز هذه المرحلة التي نكافح فيها آفة الفساد. طبعا تشكيل اللجنة منذ البداية هو ترجمة حقيقية لنهج الدولة ولتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وللوعد الذي قطعه سمو ولي العهد. ولو نعيد الذاكرة فإن كل الوعود التي يقدمها سمو ولي العهد ترى النور سريعا وبكل جدية وبكل صرامة. وأيضا هو يتزامن مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين نحو حسن وتطوير إدارة المال العام. فإذا مكافحة الفساد والعمل على تحسين إدارة المال العام هذا كله يحقق نتائج كبيرة نحو تحقيق التنمية ومستهدفات رؤية 2030. كما أن الدول التي كما أكدت قبل قليل أن الدول التي لديها رؤى لا تمضي إلا بمكافحة هذه الآفة، وهذا البيان أكد على أن الحرب لن تتوقف عند أو مواجهة الفساد لن تتوقف عند هذا الحد وإنما ستستمر. وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في نهاية البيان شدد على الدور أو تعزيز دور الجهات الرقابية في المضي بدورها في توسيع أعمالها نحو مواجهة كل من تسول له نفسه للعبث بالمال
بالمال العام. نجاح البيان أكد على نجاح اللجنة بشكل لافت. أيضا أكد البيان على أنه أو أعمال اللجنة منذ تأسيسها إلى اليوم إلى أمس بإنهائها بالبيان الملكي أن الشفافية هي كانت حاضرة بشكل دائم صحيح. ومستمر، وكان العالم أجمع يتابع هذا مجريات هذا هذا التحقيق أو مجريات هذه الحرب على الفساد. الحملة الحملة يعني توقفت ولا لا زالت مستمرة؟ بتأكيد البيان الملكي أنه تعزيز دور على الجهات الرقابية أن تعزز دورها نحو مواجهة مواجهة الفساد، أيضا العدالة تحقيق العدالة في رح أرجع أتكلم عن هذه النقطة، لكن دعني أسأل الأستاذ سلمان، الهدف من المحاسبة لم يكن بدافع الانتقام أو التشهير بالأشخاص، إنما كان الهدف وضع حد لشهوة السلطة اللامسؤولة، إذن من قبل أن يكون محلا للمسؤولية فلن يتوانى عن القبول بالمساءلة إذا لزم الأمر. تعليقك على هذا الجانب أستاذ سلمان. سيدتي العزيزة وضيفك العزيز والمشاهدين، المبلغ الذي نهب هؤلاء الأشخاص أو سرقوه ليس مبلغ 100 مليون أو 200 مليون، نحن أمام رقم فلكي، أمام رقم 400 مليار ريال سعودي. هذا الرقم رقم فلكي ورقم كبير جدا، وهو يعادل 10 أضعاف عجز ميزانية الدولة، يعادل إيرادات الدولة في العام 2017، أيضا هو يعادل بيع 1.8 مليون برميل من النفط. هؤلاء أخرونا للأسف وعطلوا العديد من المصالح الحكومية، لدينا وزارات تمنح لها الدولة ميزانيات وأرقام فلكية سنوية لا لها أثر على أرض الواقع، وفي المقابل من نهب هم هؤلاء الأشخاص. هم عبارة الرقم ليس كبير، هم 381 ناهبين 400 مليار. هذا تسبب في تأخر وتطور نماء البلد، ولذا أعتقد أن الأمير محمد بن سلمان عندما وضع هذه الرؤية وضع أن أساس النجاح هو محاربة الفساد. الأمير محمد وسيدي خادم الحرمين الشريفين أولا يحفظهم الله منذ 3 سنوات البلد تسير في إطار تصحيحي كبير وتطهير. لدينا الآن دفاع عن الوطن وعن حدوده، لدينا تطهير من الفساد، لدينا مواجهة للإرهاب. أنا بصراحة أرفع الشماغ احتراما وتقديرا لهما على ما بذلوه ويبذلونه. هؤلاء لو استمروا في الإفساد وفي نهب خيرات ومال البلاد لا أعلنا إفلاسنا في فترة وجيزة جدا. أعتقد أن المرحلة مرحلة حسم، لا مجال للفاسد، لا مجال للنهب من المال العام، هذا هو مال الدولة وهو مال المواطنين. كلنا سعيدين وفرحين بهذه القرارات، وننتظر إن شاء الله مرحلة البناء من هذا العام بعد أن ضرب بيد من حديد على يد هؤلاء المفسدين. سيدتي هناك 8 أشخاص ضمن القائمة لم يقبلوا بالتسوية، لا يريدوا أن تسرق أن تنقص هذه السرقات، ولذا نحن نناشد ونطالب من القيادة اتخاذ القرار الحاسم ضدهم. أيضا كما تعلمين يا سيدتي أن هناك 87 قبلوا بالتسوية، ولكن في المقابل اتضح أن هناك عليهم قضايا جنائية، لذا هؤلاء من الحرام أن يكونوا ضمن قطاع الدولة وسيؤخروننا في التطور. نعم أستاذ أحمد، ذكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله أن لن ينجو أحد كائنا من كان من يد العدالة، سواء كان أمير أم وزير أم حتى مواطن عادي. كيف تصف وقع هذه الكلمات على نفس المواطن وعلى نفس أيضا المسؤول على حد سواء؟ ما يميز العمل الذي يقوم به سمو ولي العهد خصوصا في هذا الملف هو الجرأة، وذكرت أن ما يميز مكافحتنا للفساد هو القوة والفعالية والحزم في التعامل مع هذا الملف. الحرب على الفساد ليست سهلة، وملف مواجهته ليس بالأمر الهين، ولذلك يحتاج إلى القوة والحزم والجرأة وفي نفس الوقت. هذا ما أكد عليه سمو ولي العهد فيما ذكرته قبل قليل. أيضا رغم الهجوم الإعلامي الغربي على كل ما يتعلق بكل ما تفعله المملكة وكل مسار تقوم به، يؤكد أن وسائل الإعلام الغربية لا تريد منا أن نعمل ولا تريد منا أن نقوم بأي شيء تجاه أي شيء، ولذلك يدخلون ويقحمون ملفات حقوق الإنسان في كل ملف. وأنا ذكرت قبل قليل أن الشفافية كانت مبدأ واضح لدى أعمال اللجنة، وسائل الإعلام كانت تزور مقر التحقيقات وتجري اللقاءات، وأيضا البيان المستمر والمتكرر الذي يقدمه
النائب العام في كل مرة، هذا يثبت أن الدولة لا تستهدف الأشخاص وإنما تستهدف هذه الجريمة وهذه نعم. الآفة وتريد القضاء عليها. نعم. وسمو ولي العهد كل وعد يقطعه في أي مجال نراه يتحقق بكل حزم وقوة وفعالية. جميل جدا. أنتقل مشاهدينا بكم إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث قدم إعلاميون ومبدعون وخبراء عددا من المطالب لوزير الإعلام الجديد تركي شبانة، على رأسها دعم الصحف القائمة بإعادة تمويلها لبناء مشروعات رقمية وتطوير الكوادر الإعلامية ومنع التصنيفات وتعبيرات الإقصاء والطائفية في الصحافة، كما طالبوا بإنشاء منابر إعلامية لمخاطبة الخارج، وكان من بين طموحات الإعلاميين تطوير الإذاعة وتطوير الإعلام الداخلي. أستاذ سلمان، تفردت صحيفة المدينة اليوم برصد طموحات الإعلاميين في سماء الوزير الجديد، كيف رأيت سقف طموحات الإعلاميين وخاصة أننا أمام تحديات كبيرة جدا في مجال الإعلام السعودي؟ نعم، اطلعت على هذا التقرير المتميز لصحيفة المدينة بكل صراحة، جمعت أطياف من مختلف الإعلاميين سواء الكتاب أو مدراء قنوات أو إعلاميين في الإذاعات أو الفضائيات المختلفة. الجميع يتفق على أن معالي الوزير تركي الشبانة سيحدث نقلة نوعية في الإعلام السعودي والعربي. ما نلاحظه أن التغيير أمر مهم. نحن الآن في مرحلة مهمة جدا وحرجة، ومراحل تتطور وتسارعات الأحداث. الإعلام السعودي بكل أسف خلال فترات سابقة قريبة لم يواكب الحملات الشرسة ضد المملكة العربية السعودية، كما أن الإعلام لا زال يسير برتم تقليدي قديم. أعتقد أن الوزير الحالي الشبانة، وخاصة وأنه أتى من داخل المهنة ومن رحم المعاناة، سيحدث الاختلاف وسيحدث التغيير. سيدتي والمشاهدين الكرام وضيفك الكريم الأستاذ أحمد السلمان، قد شاهد قناة العربية وتغيرات المادة الإعلامية المناسبة منذ قرابة الشهر، لعل المخضرم عبد الرحمن الراشد حاليا يوزن الأمور. نحن بحاجة، وكما تعلمين نحن الآن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم في اليمن أعمال إنسانية بمليارات الدولارات، غاب عنها الإعلام ولم يتحدث عنها بالشكل الذي يليق. الواجب الآن من الإعلام السعودي أن يغير من ردائه وأن يبدأ مرحلة جديدة. المملكة العربية السعودية تتغير وتتطور بشكل عاجل، ولذا نحن بحاجة إلى إعلام متطور ومواكب للمرحلة بكافة الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن الإعلام الآن سيشهد ولادته من جديد، وهذا ما نتمنى له التوفيق لوزيرنا الجديد. نعم أستاذ أحمد، يعني من أبرز هذه الطموحات خليني أذكرها على السريع، مثل دعم الصحف القائمة، أيضا تطوير الكوادر الإعلامية وإنشاء منابر إعلامية مختلفة لمخاطبة الخارج. سؤالي، هل إعلامنا السعودي قادر فعلا على تحقيق هذه الطموحات؟ في البداية يعني نتحدث عن معالي الوزير شبانة، هو رجل خبير وليس وابن المجال، وليس حديث التجربة في الإعلام. نعم، وحديثنا لا يمكن أن نقدم لشخص مثل هذه الخبرة النصح والإرشاد، هو مطلع ومدرك لحجم المطالب سواء الشعبية أو الإعلامية في مستوى تطلعاتهم للإعلام السعودي. التطلعات أو الطموحات التي ربما بعضها شخصية وبعضها بدافع الانحياز لمجال معين، الإعلام عموما في المملكة العربية السعودية يحتاج لشخصية خبيرة جدا مثل معالي الوزير، وأعتقد أن هذه الملفات التي أمامه تحتاج للعمل الكثير والصبر. أيضا نحن مطالبين فعلا كما اتفق الكثير من المثقفين والخبراء والمختصين بإيجاد صوت خارجي، ولا أعتقد أن هذه مهمة وزير الإعلام فقط، وإنما هو أن تكون هناك استراتيجية ورؤية عامة للمملكة العربية السعودية، رؤية إعلامية تتحد فيها الجهات وتعمل على تحقيقها مع إسناد من مؤسسات المجتمع المدني مثل مسك وخلافها. نحن أمام تجارب
تقدمها مؤسسة مسك لعكس أو إيجاد قوى ناعمة في الخارج، تعزيز مثل هذه المبادرات، العمل مع وزارة الخارجية. لا بد من إيجاد رؤية كاملة تتطلب وقت لإيجاد صوت قوي يخاطب العالم الغربي وفق ثقافته وفق أدواته. المطالب بأن تدعم الصحف مثل ما قرأنا في بعض التطلعات التي رصدتها جريدة المدينة في هذا التقرير المميز. نعم. ربما تكون تطلعات شخصية مثل دعم الصحافة مؤسسات الصحفية، هذا أهم شيء يتكلمون. دعم مؤسسات الصحفية، ربما إدارات المؤسسات الصحفية هي من أوصلتها إلى هذا الحال. الإعلام الجديد ظهر من أكثر من عدة سنوات ولم تتحرك الصحافة المحلية نحو إيجاد أو استثماره وفق آليات وليس بإيجاد حسابات فقط ناطقة بأخبارها. نعم. الدعم المالي يبدو بإصلاح أو باجتماع من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام مع مؤسسات صحفية لدراسة أو لبحث معوقات تقدمها. أعتقد أن الصحف السعودي يحتاج الكثير من الدعم والتهيئة في التدريب، في الحماية، في إيجاد قانون يكفل له حرية نشره للمعلومة، أن يكون شخصا فعلا يمثل مرآة المجتمع والمرآة الأولى لمكافحة الفساد. نعم. أيضا للإصلاح، الصحافة مهمتها كبيرة داخل المجتمعات. نحن الإعلاميين نستحق. نعم. أكيد. تحقيق مثل هذه الطموحات. أيضا جمعية مثلا ممثل في جمعية حقوق أو جمعية الصحفيين السعوديين يبدو أنها تحتاج الكثير من الدعم، إيجاد آليات جديدة، إعادة النظر في نظام المطبوعات أو نظام. نعم. المؤسسات الصحفية. نعم. ليس عيبا أن نعيد النظر في تعديله إن لزم الأمر. وصلنا مشاهدينا إلى آخر ملفاتنا الصحفية، حيث ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بوضع آليات فعالة للحد من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر الرسائل النصية، وتدعي من محتواها بأنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة وهمية. وأوضح نائب محافظ الهيئة لقطاع التنظيم والمنافسة أن الهيئة عملت على تطبيق فلترة ذكية للحد من وصول مثل هذه الرسائل لمستخدمي خدمات الاتصالات وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مقدمي الخدمة لهذه الأرقام. أستاذ سلمان، هيئة الاتصالات تلزم مقدمي الخدمة بفلترة ذكية للحد من هذه الرسائل الاحتيالية، كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل الهيئة؟ متى تبدأ الخطوة؟ هذا السؤال. المشكلة نقف أمام وعود للأسف بعد 20 سنة. يعني إذا كان إلى الآن سيدتي تلقت الهيئة أكثر من 1,000,000 اتصال بلاغ على الرقم 330-330، إذن هناك أشخاص ضعف هذا الرقم يتجاوزون 5,000,000 ما استطاعوا أو لا يعرفون التواصل لإرسال رسائل ويجدون إزعاجات من الاتصالات الخارجية، اتصال ساحر من دولة كذا، اتصال لتحديث بيانات بنكية. للأسف أن هناك أرقام تأتي من داخل المملكة العربية السعودية. صحيح. الخصوصية فقدناها في اتصالاتنا. يعني بصراحة نحن نطالب من هيئة الاتصالات السعودية أن تعطينا الخصوصية التي نستحقها. نحن ندفع ما في جيوبنا مقابل الأمان من الاتصالات، ولكن للأسف لم نجده. أعتقد أن الرقم 1,000,000 رقم كبير. نعم. أستاذ أحمد، آخر سؤال في هذه الحلقة، برأيك هل ستسهم هذه الخطوة فعلا بإنهاء هذه الرسائل الاحتيالية لأنه خلاص ما عاد نشوفها على جوالاتنا؟ نحن لا نطالب بهذه الجزئية فقط. نحن. نعم. نطالب بأن يكون لهيئة الاتصالات دور أكبر وضغط وضغط أكبر على شركات الاتصال أن تحترم خصوصية المستهلكين أو المستخدمين لهذه الاتصالات، أن تقوم بدورها الفاعل لمواجهة مثل هذه المشكلات. أنا أظن أن عديد من الهيئات تحتاج إلى إعادة تقييم الأداء للقيام بدورها على الشكل الصحيح. ربما مؤسسة النقد هي الوحيدة التي نراها تواجه البنوك بضغط وبفعالية، وهذا ما نجده كمستخدمين بسيطين لخدمات البنوك. أيضا نحن كمستخدمين لشركات الاتصالات يفترض من هيئة الاتصالات أن تقوم بدورها، لهذا سنلاحظه سريعا وسنلمسه إذا تحقق من دون أخبار أو من دون المشكلة إذا تم الاحتيال وتسلطوا على المبالغ المادية الموجودة في حسابات
الأشخاص ما تقدر تحميهم. هذه أن تقوم بدور أكبر هيئة الاتصالات في الضغط على شركات الاتصالات في هذه الأرقام التي توزع، أرقام المستخدمين التي نراها في يد كل معلن، ليس هناك رقابة، ليس هناك ضغط كبير على شركات الاتصال للحد من هذه المشكلات. نعم، وصلنا بكم مشاهدينا إلى نهاية لقائنا بكم لهذا اليوم. في الختام أشكر ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ أحمد السلمان، شكرا لك. وأيضا ضيفي من أبها البهية الأستاذ سلمان العسكر، صحفي في جريدة الوطن، شكرا لك. شكرا لك. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا، أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق عمل طبعة المشاهد، إلى اللقاء.